ويه يباي لي زمان مش مصور. كيف تنمسك الكاميرا حمد؟ استنى 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 شويه. يلا يا زلمه لازم موضوع بعد بفيدك. Did you come here alone؟ بدون ما افتح تلفزيون. يعني درس انجليزي انت عملت. وكاي 002 ليه مش فاتح؟ 220 سمعتوا يا جماعه؟ فالبده يسرق الكاميرا يجي يسرقها. طيب يا جماعة اليوم راح يكون فلوج أصلي. الفلوج اليوم راح نطلع نجهز تجهيزات للرحلة اللي طلعينها أنا ومحمد، فراح نعجب هذا رفيقي بالرحلة. نصرف دولار هلا، طالعين نصرف دولار، فعمالنا بنعمل عملية بحث أنا وأرخص محل ممكن نتصرف منه، وبتبع بعد ما نصرف الدولار راح نعمل فيه كتير خطوات قبل ما نطلع الرحلة وراح نصور لكم إياها. طلعوا يا جماعة، ليش قلنا فترة ما نصورش؟ طلعوا على الشتا، طلعوا. بس هلا طالعين احنا شاردين من الشتاء، رح نروح على مكان يا جماعه رح يكون صيف وشمس وبحر واشياء. شو رايك بالموضوع محمد؟ 100% كلام سليم. فهلا بتعزمني على حمص وشاورما؟ بوافقك الراي. خلاص بالبلد رايحين عليها بعزمك فيها حمص وشاورما. ايه دولارات محمد، ليرات. هاي محمد صرف مصاري ليرات. قديش بدك تعطيني منهم محمد؟ ولا اقوره، اعطيني شوي. اعطيه مصاري خليه يصرف. يلا حبيبي. طيب هاي انا هدول. وهلا طالعين نحلق. طبعا انا ومحمد اجى ميعاد الحلاق لانه خلاص ضلش وقت، وزي ما انتم شايفين طبعا هون عملت عمليه صغيره، فبكره بتوقع بكره رح نطلع. خلاص اليوم رح يكون اخر يوم للتحضيرات، وباذن الله بكره رح نطلع. فقبل ما نطلع بالضبط بكره الصبح رح هقيم القطب. هلا رح تتسالوا ليش احنا لنا فتره قاطعين ما بننزلش على القناه، لانه فيش نت وهي بيصلحوا فيه عمالهم. ورجيه محمد كيف بيصلحوا بالنت. يلا بدنا نتكلم. يلا يعطيكم العافيه. ويلا هلا وصلنا عند الحلاق، انزل احلق. وهيك خلصنا حلاق زي ما انتم شايفين. نعيمه ابو حميد رفيقي بالرحله. السلام عليك يا ورد. وهلا ايش نسوي؟ بدنا نسحب مصاري ونجهز شنطه السفر ان شاء الله. طيب هلا بنروح نسحب مصاري ان شاء الله، وبنرجع بنجهز الشنطه، وراح اورجيكم ايش راح اخذ معي. فيلا. مش مصاري ابو الشريط والله. وهلا وصلنا الدار، خلصنا من كتير شغلات، ضل بتوقع انه نجهز اغراضنا، نحط اغراضنا بشنطه. بس راح اورجيكم في شغلتين وصلوني اللي راح استفيد منهم كتير بالمشوار اللي رايحينه عشان اصور لكم محتوى يكون حلو. وصلني الجوريلا بود، هذا عن جد استخدامه كتير منيح، جهاز جدا رائع اللي هو يعني بست محل ترايبود عن جد رائع. هلا راح افتح قدامكم اورجيكم اياه. والميموري هاي دوراسيل 32 جيجا. دائما بفضل اجيب الميموريات يكون حجمهم مش اقل من 32 ومش اكثر بنفس الوقت، يعني افضل انه اشتري ميموريات 32 جيجا يكونوا اكثر من ميموري افضل، لانه بيخربوا وممكن ينكسروا وما بقدرش اركن على ميموري واحده بالمشوار اللي انا رايحه. هلا راح نشوف مع بعض الجوريلا بود. وهي الجوريلا بود زي ما انتم شايفينه، اتوقع راح يفيدنا كثير. هذا في له زي راسيه بتلف شيء زي ما انتم شايفين، بقدر الف الكاميرا بالاتجاه اللي بدي اياه، وبنفس الوقت هذا بتطعج، هو يابس شوي بس انه بتطعج بالطريقه اللي بدي اياها زي ما انتم شايفين. طلعوا، بقدر الفه على حديدي او على شيء واثبت الكاميرا واصور بالطريقه اللي بدي اياها واللي بتناسبني. هلا راح اركبه على الكاميرا واورجيكم اياه. وهيك زي ما انتم شايفين بمسكها هيك بصور اسهل. طبعا هدول لازم اطعجهم اللي ابعد الكاميرا اكثر شوي عني، هيك بيطلع التصوير احلى. وزي ما انتم شايفين بقدر اوقف الكاميرا وين ما بدي بالطريقه هاي. بس انه الكاميرا هاي الكبيره مش راح اخذها معي لانه كثير غلبه اخذها بالسفر،
والصراحه بخاف عليها لان الكاميرا غاليه والعدسات اللي عليها اغلى منها، فراح اخذ الكاميرا الصغيره اللي هي الكانون جي 7 اكس. هلا بورجيكم اياها. زي ما انتم شايفين هيك صار شكلها، وهي هيك انا بصور. ما عندهم العدسه هاي وسخه بدها تنظيف، بس راح اصور بالطريقه هاي. وزي ما قلت لكم مش راح اخذ الكاميرا هاي، راح اخذ الكاميرا اللي هي هاي. وهيك زي ما انتم شايفين هاي راح اخذ معي الكاميرا هاي جي 7 اكس. التصوير فيها حلو وخفيفه، مش راح تتعبني بالسفر، وبنفس الوقت مش راح تاخذ مكان كثير. وهي محمد جاب لنا الشنطه هاي راح نعبيها هلا، راح تشوف ايش راح توسع معنا. طبعا حاط عليها رقم سري محمد. وكاي 002 ليه مش فاتح؟ 220 سمعتوا يا جماعه؟ فاللي بده يسرق الكاميرا يجي يسرقها. وفيها 5000 دولار الشنطه. ولك 2-2 شو بعمل انا؟ 2-2-0 هاي فتحات فيها كنز. ييه بدك تفللها ايش بدنا نحط فيها؟ بدنا ناخذ هاي ولا نضطر؟ في عندك كمان دفع اليمين اخوي. وين؟ افتحها من جوا، من جوا افتحها. لا من جوا. هذه هاي الشاحن تاع الكاميرا جي 7 اكس رح نش هاد شاحن هاي. الله الله هذا شاحن هاي. هلا مش عارف بتوقع هذا من حمله لحال الشاحن. يا عمي افتح الشنطة، ايش في كعويش حطهم عنا؟ شاحن كبير هيك بيجي. يا عمي ناخذ الكعويش، انساك هذه عمي. طب خلص اذا بدك الكعويش استنى شوي، بناخذ كعويش. اقول لك ليش ناخذ كل هاي الشاحن وحش هيو كيف؟ هاي ايوه يا زلمة نحن. يوسف هذا السلك الك، سلك الحاضنة. طيب تاخذ الشنطة هاي كلها تسعدينك، ايش نحط فيها هاي؟ بنحط تلفونات تسعدينا، في عندي زيها بس اكبر شوي. هاي بتنفعنا حطها. اتوقع هيك صار الوضع فل، مش ناسين اشي؟ لا ان شاء الله. بضل احط مع عندي هون شوية اواعي، بلوزتين وشبحتين و شرطين زنوبة وزنوبة بابوج يعني، وسندويشين زعتر وزيت للطريق، وسندويشين زعتر وزيت للطريق. شتوخص. طيب هلا راح نكمل موضوعنا بخصوص السفر. شو عندكم كلام تحكوه هلا بخصوص السفر؟ ايش ضل موضوع ما نقشناهوش؟ تجهيزات اخوي، تجهيزات ان شاء الله. انا عبد الله بحكي عليك بتقوى الله، انت طالع اكيد دائما ابدا. هلا الطياره ممكن توقع معنا باي لحظه، صح؟ تقوى الله. مصاري صرف دولار. ايوه بس اكيد انت خليك مخافه الله بين عيونك يا خيي. ما هذا اكيد طيب، لانه ممكن الطياره باي لحظه توقع فيك. طيب بنخش هلا. هلا بس لا لا، في عندي كمان شغله مهمه لازم تعرفوها. بقول لك فرصتك انك تعمل حادث وتموت على الشارع اكبر من انك تعمل حادث بالطياره وتموت. بقول لك انه الطياره أأمن من السياره 1000 مره. من ناحيه الطياره اذا وقعت مش رح نطلع كمان مره عليها، خلص بنروح مواصلات. لا شيء. هلا عبد الله عشان بيحكي كثير لغات بتخربش مرات، بنسى اللغات، فعمالنا من اول لغاته بالانجلش. طيب فرجيهم مين بيعلمنا اللغات. عندنا مشاكل في اللغه. عندنا ابو ساندي، بتحب تطلع ولا لا؟ جيب غصب ابو ساندي بيستحي لانه مشهور كثير. زيح الكاميرا بشوفه بعينك الله. معلش يشوفوك برضه بيستحي يا اخوان. نعتذر جدا. لا 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 عبد الله اول مره بده يطلع بالطياره. طبعا عندنا هون اخونا ايش اسمه؟ محمد الملقب بابو عادل. ابره يعني طول عمره بسافر يعني، ولد اكيد اكيد ولا مره سفر. شغل كيف هلا بعلمه كيف الطياره وكيف الاجراءات وكيف يحكي مع الموظفه بتكون هناك، كيف يطلب وهيك. يلا علمه هلا كيف بده يناديها للموظفه. كيف بدك تناديها؟ ايش بناديها؟ لو سمحت تجي مثلا. لا بتحكيش عربي. كيف ستقول لشخص ما هل انت اتيت لوحدك هنا؟ هاي ميس يو. ايوه هلا هو برد علي خطا. ديد يو كام هير الون؟ يعني هاي انك بس احنا بنحكي هلا جوا الطياره. ما هو جوا الطياره يا عمي. شوف ما بيكون عرب. لا بالطياره الطياره مش شرط. لا انت بدك تاخذ اسوء الحالات عرب. لا بس احنا بنحكي في تايلاند. كملوا معنا. Did you come here alone؟ احكي وراه، عيد وراه. Did you come read alone؟ ريد ريد الون. Did you come here؟ ما رجعت لك الكاميرا بالله عليك. لا لا يلا يا زلمه لازم موضوع بعد بفيدك. Did you come here alone؟ بدون ما افتح تلفون. يعني درس انجليزي انت عم. Did you come here alone؟ Because where my house is my house. مش هيك. كيف بدك تحكي؟ Did you come here alone؟ اسمع بدك مثلا تشرب عصير. بدك تشرب قهوه، كيف بدك تحكي؟
I need coffee please. كوفي عصير. كوفي وقال لي قهوه وحده. قديش حق هاي الشغله او كم عدد بدك تشتري شغله؟ How much in the this? How much money this man? ما بنفعش تحكي how much money. How many much? ممنوع يطلع تايلاند. بزع بدلولي يا عمي. ابو عبد الله سفريتك قربت، لازم تشد حالك. لازم تشد حالك. طيب واللي بحب يشوف الرحلة أول بأول رح أصور وأنزل على إنستغرام، اللي بحب يعمل لي فولو على إنستغرام ويتابعني يتفرج إيش بنزل بالرحلة. رح نحط لكم الأسم هون، وبنفس الوقت رح يكون صندوق الوصف تحت. تعالوا على إنستغرام شوفوا الستوري اللي رح أصوره غاد، وخليكم معنا وانتظروا الفلوقات.